السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم بإذن الله راح نخدم معكم هاد الطلايق أو الحاشية، تقدري تشبهي بها دراوت وكذا تقدري تشبهي بها الخزانة. اليوم راح نخدم معكم بالكوتو رقم 16 والكروشيه رقم 18. نبداو على بركة الله. نبداو العمل بالعقدة، نطلع بسنستة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ضمن سنستة فيها 20، هكذا نبداو العمل. لو كان نبداو نطلع بسنستة فيها 1 2 3، وفور خيط على الكروشي، يعني هادي تلتعوينات على أساس عمود. نروحو العوينة اللي بعد هنايا رقم 19، ندخلو فيها، نخدمو العمود الثاني، نزيدو العوينة اللي بعدها العمود الثالث. دوكا واش راح نديرو؟ دوكا نبقاو نخدمو الأعمدة، ندخلو هنا شوفي في السنسلة، نجبدو الخيط هكذا ونخدمو العمود رقم 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 رقم 18 راح نديرو هو الأخير، يعني نروحو لوين الأخرى هنايا وندخلو ونحكمو ديرو 18 هكذا. هنايا باش العمل فقط يبقى الداخل هنايا، شوفي حنا في الأول هنايا علاش حكمنا في العوينات؟ باش من بعد كي ندخلو هكا ندخلو في السلسلة العمل ما يخرجش، يعني ما يرجعش من هنايا ويخرج، يبقى لا يبقى هنا الداخل كيما هكا. نكملوا العمل دروك واش راح نديرو؟ هذه البدايه نخدموا عوينه وحده فقط، نقلبوا العمل ونتقدموا بالمزيقه عمود بعمود. يعني شوفي هذا العمود الاول منزلقه الاولى، العمود الثاني منزلقه الثانيه، الثالث منزلقه الثالثه، اربعه منزلقه رقم 4، خمسه منزلقه رقم 5، سته منزلقه رقم 6، سبعه منزلقة رقم 7، و 8 منزلقة رقم 8 هكذا. هنايا بعد ما خدمنا 8 منزلقات كيما هكذا واش راح نديرو؟ شوفي نعاود نقلب العمل غير كيما هكذا ونشوفي نلفو الخيط على الكروشيه على اساس راح نخدمو عمود. دوك هنا شوفي نحسبو هنايا الأعمدة، عندنا عمود 1 2 3 4، هنايا في الرابع ندخلو ونبداو نخدمو عمود عادي. هذا العمود الأول، نزيد العمود الثاني، دركا واش راح نديرو؟ بعد ما خدمنا عمودين شوفي نخدمو غرزة بيكو، 1 2 3، نرجعو البداية ونحكمو العمل بالمزلقة فقط هكذا. نزيدو نكملو نخدمو عمود رقم، نشدو مليح العمل رقم 3، نزيدو رقم 4، نزيدو رقم 5، يعني الأعمدة خدمنا 5 مع غزة تعطيكو هنايا في الوسط. دوكا واش راح نديرو؟ دوكا نخدمو سيستا فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. شوفي دوكا نقلبو، شوفي هنا
هنا قلب العمل، ونلف الخيط على الكروشي. نروحو شوفي هنايا وين خدمنا، رانا قلبنا العمل. شوفي نخلو فقط عمود واحد، نخلو عمود واحد اللي هو هدايا، نروحو اللي بعده هنايا، نروحو اللي بعده وندخلو ونخدمو عمود عادي هكذا. يعني شوفي بين من حكمتي هنايا، شوفي هنايا حنا دخلنا هنايا خدمنا هنايا وين رجعنا العمود رقم 8، هنايا وين رجعنا بدينا نخدمو هادوما الخمس أعمدة. كي نقلب العمل بعد ما نخدمو الأعمدة والسلسلة نخلو فقط عمود واحد، واللي بعده يعني 9 10 بدينا نخدمو فيه. نخدمو فوق هنايا في الآلة عوينة، نزيدو نلفو الخيط على الكروشي، نخلو في الأسفل عمود ونروحو اللي بعده ندخلو ونخدمو عمود، نزيدو نخدمو عوينة وحدة، نزيدو كذلك العمود. شوفي نخلو عمود هذا في الأسفل هنا ما نخدموش ونخدمو اللي بعده، يعني هذا العمود الثالث. نزيدو عوينة ونلفو الخيط على الكروشي، نخلو عمود اللي بعده وهذا العمود رقم 4، نزيدو عوينة ونروحو نخدمو العمود الخامس والأخير، ونعدنا هنا السلسلة هاك، ونخلو دائما العمود هاك. يعني هكذا تكون بداية العمل. شوفي كيما هاكا هكذا خدمنا الأعمدة، بعد رجعنا بالمزارقة حتى العمود رقم 8 ورجعنا خدمنا الأعمدة هادوما مع غرزة تاع البيكو، بعد طلعنا بسلسلة فيها 20، بعد رجعنا هنايا خدمنا هادوما الأعمدة. هنا خلينا عمود ما خدمناش، يعني رقم 9 ما خدمناش، 10 عفوا بدينا نخدمو فيه كيما هكذا العمود، نخلي عوينة عمود في الأسفل ما نخدموش، وهكذا نخدمو بهذه الطريقة. نكملو العمل، نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 على اساسها. درك هنايا كشوفي راح نكملو، يعني خدمنا هذا الصف الاول من الاعمده، الصف الثاني سمعنا، وهنايا عندنا هذه المجموعه اللي فيها 5 اعمده. درك هنا شوفي بعد ما خدمنا 3 عوينات على اساس عمود، درك راح نخدمو الغرزه بيكون، نخدمو سلسله 1 2 3، نرجعو نحكمو بيكون الاولى، نزيدو 1 2 3، ندخلو في نفس المكان، وبيكون الثانيه نزيدو 1 2 3، غرزة بيكو التالتة في نفس المكان دائما هكذا. درك نخدمو عوينة، نرجعو نلفو الخيط على الكروشي ونروحو نخدمو فوق العمود، عمود التاني كيما هكذا، باش تبقى هنايا بيكو هكذا خارجة بتلت بيكوات. نزيدو عوينة ونروحو نخدمو عمود فوق العمود الثالث دائما. شوفي هنايا رانا نخدمو بين العمود والعمود عوينة كيما في الأسفل نفس الطريقة هكذا، نزيدو عوينة ونزيدو كذلك العمود الخامس، نزيدو عمود هكذا بنفس الطريقة. دركا ندخلو هنا وين عندنا السلسلة هذه اللي فيها 20، نلفو الخيط على الكروشي، نبداو نخدمو الأعمدة فيها عادي. نبداو عمود رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 عمود نخدموه دائما في السلسلة اللي فيها 20 هذه دائما، نخدمو 18 عمود. درك هنا بعد ما خدمنا 18 عمود، درك واش راح نديرو؟ شوفي باش نحكمو العمل، هذه السلسلة الثانية اللي فيها 20 وهذه السلسلة الأولى، باش نحكمو العمل هنايا وما يبقاش مفتوح، راح نخدمو عمود. شوفي بلفة 2 3 4 5، 5 لفات نروحو ونعدنا هنايا الأعمدة، ندخلو هنا ونعدنا اللوينة هنايا، ونرجعنا بالمزارقة هنايا ندخلو ونبداو نخدمو الأعمدة. عفوا نخدم العمود بخمس لفات دائما، نطلقو بزوج خيوطه، 1
2 3 4 5 ونقفل العمل. هكذا قفلنا العمل. شتي شوف يخرج معنا كيما هكا. نكمل العمل واش راح ندير دوكا؟ نبقاو نكرر غير في نفس العمل. دوكا شوفي نخدم عوينه وحده، راح نديرو كيما هنا بدينا، كيما هنا في الاول بدينا، نرجعو نقلبو العمل. شوفي روحو العوينه هنا الاولى، نتقدمو بالمزريقه الاولى، العمود الثاني، المزريقه الثانيه، العمود الثالث، العمود الرابع، المزريقه رقم 5 6 7 8. هاك دوك نلفو الخيط على الكروشيه باش نخدمو الأعمدة. نحسبو 1، شوفي عندنا العمود رقم 1 2 3 4، وعندنا العمود رقم 4 ندخلو فيه ونبداو نخدمو الأعمدة عادي. نخدمو العمود رقم 1 ونزيدو العمود رقم 2. هنا كي نديرو العمود الثاني دائما بنفس الطريقة نخدمو غرزة بيك، 1 2 3، نرجعو البداية نحكم العمل فقط بالمنزلقة. نلفو الخيط على الكروشي مرة أخرى وندخلو، نخدمو كمل الأعمدة الثاني والعمود رقم 3 4. هكذا دوكا واش راح ندير؟ راح نخدم كيما خدمنا هنايا. شوفي رجعنا خدمنا السلسلة، نخدمو سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. شوفي نشد العمل نقلبو هكذا ونلفو الخيط على الكروشي، نعاودو شوفي نخلو عمود واحد فقط، نخلو هذا العمود نروحو اللي بعدو ونبداو نخدمو الأعمدة. نعاود شوفي عندنا هذا العمود رقم 8 9، ما نخدموش، 10 هو اللي نخدموه. هكذا ندخلو ونخدمو العمود هنا، نخلو عمود نروحو اللي بعدو. دوك انا واش راح ندير؟ راح نخدم كيما خدمت هنايا الأعمدة، نعاود نرجع لكم. هنايا بعد ما خدمت انايا 5 أعمدة دائما نخلو عوينه، نخدمو عوينه بين العمودين ونخلو عمود في الاسفل. هنايا شوفي تحبسي هنايا، هنا تحبسي هنا شوفي العمود رقم 18، يعني هذا العمود فوق العمود او كامل. نطلع دوكا نبقاو تاني نخدمو الصف كيما هذايا، نرجعو تاني سلسلة فيها 1 2 3 على اساس عمود. دوكا نخدمو غرزة فيكو، 1 2 3، نحكم العمل 1 2 3 دائما في نفس العوينة، نحكمو بالمزريقة فقط 1 2 3. نخدمو عوينة ونرجعو نقلبو العمل وراح نبداو نخدمو عمود فوق العمود الثاني عادي هكذا. هادي تبيكو تخرج معنا هكذا، ونكملو العمل دائما بنفس الطريقة بين العمود والعمود عوينة، وفي الأسفل دائما نخلو عمود. سما دوكا نبقاو فقط نكرو في نفس العمل ونبقاو نعاودو فيه دائما، وين عندنا سلسلة 20 نبقاو نرجعو بنفس الطريقة. هكذا بعد ما خدمنا 5 أعمدة دوكا واش راح ندير؟ راح نبدا نخدم هنا الأعمدة، يعني كيما خدمنا في السلسلة اللي فيها 20. دوكا يسمى دائما السلسلة اللي فيها 20 فيها 18 عمود، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. دائما شوفي هنا كي نعودو في السلسلة هنايا اللي فيها 20 هذه اللي بعدها، يعني مثلا هذه الثالثة الأولى، هذه الثانية، هذه الثانية. حك شوفي بعد ما خدمنا الأعمدة هنايا، بعد ما خدمنا الأعمدة واش درنا؟ هنايا رجعنا وحكمنا العمل.
الطرف. احنا رجع نحكمل العمل بعمود بخمس لفات. بعد نحكمل هنا في الاسفل هنا بخمس لفات. دوكا واش راح نديرو؟ كذلك راح نحكمو هذه السنسله اللي فيها ولا الاعمده هذوما الثالثه يعني في الصف الثالث. يعني كي نجيو نحسبو مثلا نقولو هذا واحد هذا اثنان وهذا الثالث. دوكا نخدمو كذلك عمود بخمس لفات، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه، ونروحو في نفس العنوان رجعنا كذلك ندخلو ونحكمو كذلك العمل بعمود بخمس لفات. دائما نطلقوا بزوج خيوطه باش العمل دائما يتحكم معنا، ما يبقاش مخروف، يعني دائما العمل نحكمه. دوكا واش راح نديرو؟ راح نكرر في نفس العمل فقط، نخدمو عينه وحده فقط، نرجعو نبداو نرجعو كذلك بمنزلقه بنفس الطريقه، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانية، ثمانية منزلقات. نقلبوا العمل، نلفوا الخيط على الكروشي ونروحوا نخدموا الأعمدة اللي هما خمسة. هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة في العمود رقم أربعة، ندخلوا هنايا ونشدوا الخيط ونخدموا عمود رقم واحد، ونزيدوا اثنان ونخدموا غرزة بيكو، واحد اثنان ثلاثة، نرجعوا نحكموها بالمنزلقة فقط ونكملوا العمل. نخدموا كذلك ثلث أعمدة يعني كامل خمسة، نزيدو العمود رقم خمسة. دائما كي نخدمو هذه المجموعة اللي فيها خمس أعمدة مع البيكو دائما نرجعو بسنسلة فيها عشرين، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش تلتاش تلتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين. واش راح نديرو؟ نقلبو العمل ونروحو نحكموها، نلفو الخيط مع الكروشي هكذا ونروحو نشوفو نخلو عمود ونبداو في العمود رقم عشرة، يعني تسعة ما نخدموش، ونبداو نخدمو عوينة بعوينة، عوينة عمود عوينة عمود وهكذا، يعني نبقى نكرو فقط في نفس العمل. دوكا أنا واش راح ندير؟ راح نخدم هذا العمل كامل، راح نمشي معاه بشكل شريطي، يعني كامل يجي هكذا معنا بالعرض نفس الطريقة دائما. نعاود نرجع لكم، نبقى نكرر فقط في نفس العمل. هنايا دوكا شوفي راني راجعة، شوفي عندنا هذا هو الصف الأول من الأعمدة، الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع. دوكا كي راني راجعة بعد ما خدمت شوفي المربعات والأعمدة والبيكوات هذوما الثلاثة، راني راجعة بعد ما دائما تفكري هنا كي ترجعي ب 18 عمود دائما هنا احكمي هذا العمل اللي راكي تخدمي معاه اللي راكي تخدمي فيه مع اللي قبله اللي خدمناه من قبل، يعني بعمود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، عمود بخمس لفات دائما في نفس النقطة. هنايا من عندنا خادمين العينة نخدمو عمود بخمس لفات هكذا، ونرجعو نكملو العمل عوينة، ونرجعو نكملو العمل نخدمو المنزلقة وحدة بوحدة هكذا. نخدمو ثمان منزلقات ونرجعو نخدمو مجموعة الأعمدة اللي هما خمسة. هنايا دائما كيما هكذا، وما تنساش البيكو. دوكا أنا نكمل العمل ونخدم العرض أو القيس تاني حباته، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت انا العمل دوكا راني في نهايه العمل، انا خدمت العرض يعني محتاجاته. انت دائما كي تكوني تخدمي في الاعمده يكون عندك 18 عمود، هنا دائما تفكري باش تحكمي العمل هذا مع اللي قبله باش يبقى العمل مفتوح ما محكوم ما يبقاش مفتوح. دائما بسلسله فيها واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه، نرجعو دائما ونعدنا هنا يكون نخدمو بالمنزلقه ونحكمو العمل، واحد ثلاثة أربعة خمسة هكذا. دوكا هنا راح نكمل العمل، يعني تحكم معنا كيما هكذا. نكملو العمل نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفو الخيط على الكروشي وندخلو هنا من عندنا سلسلة، نبداو نخدمو العمود الثاني، ثلاثة أربعة، خدمنا أربعة أعمدة كيما هكذا، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نزيدو ندخلو ونخدمو كذلك واحد اثنان ثلاثة أربعة، نخدمو غرزة بيكو واحد اثنان ثلاثة بسلسلة فيها ثلاثة، ونرجعو بداية العمل نحكمو العمل فقط بالمنزلقة. شوفي هنا خدمنا في
هذه السنسله الاولى نزيدو السنسله الثانيه ندخلوا مباشره فيها ونبداو كذلك نخدموا اربعه اعمده 1 2 3 4 السنسله فيها 1 2 3 نزيدو كذلك نخدموا اربعه اعمده 1 2 3 4 بيكو 1 2 3 ننشر بداية نحمل العمل بالمزرقة ونكمل العمل مباشرة نخدم أربعة أعمدة يعني دائما وين عندنا السنسلة هذه فيها أربعة أعمدة سنسلة فيها ثلاثة أربعة أعمدة بيكو أربعة أعمدة سنسلة فيها ثلاثة أربعة أعمدة يعني دائما باش ننتقل من المجموعة الأولى للثانية عندنا هنا غرزة بيكو. أنا راح نكمل العمل بنفس الطريقة عاد نرجع لكم. هنا دوكا راني في الأخير شوفي بعد ما كملت أنا دائما العمل كيما هكذا شوفي العمود هنا الأخير هنا عندي ثلاث أعمدة العمود الأخير اللي فوق الخيط نحكمو هنايا ونخدمو عمود الرابع وهكذا نكونو كملنا هذا العمل. عمل سهل خفيف وظريف يعني العمل يخرج معنا كيما هكذا بهذه الطريقة نمشو خطوة بخطوة فقط دائما ونوصلو كما ذكرنا هنايا 18 عمود نعاودو نرجعو بعمود بخمس لفات ونحكموا العمل مع اللي قبله يعني العمل اللي كنا خدمناه من قبل هكذا يكون العمل حتى النهاية هكذا وهكذا البداية هكذا يكون العمل يعني العمل اللي يخرج معك كيما هكذا تحبي تشوفي تحبي تلصقي هذوما الاحجار هنايا وين عندك الغرزة تاع بيكو تحبي تلصقي لصقي ما تحبيش تخليه عادي خليه عادي نورمال تسمى هذوما تقدري تخدمي بهم هذا الموديل تقدري تشبهي به الخزانة يعني تخدمي تلايق وكذلك تقدري تشبهي به دروات في الاطراف كما هكذا يكون العمل. اذا عجبكم العمل اللي خدمناه اليوم بعد ما زيناه هكذا بالحاشيه والاحجار ماذا بكم الدعمين بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن الى اللقاء والملتقى اخواتي. بالنسبه لارتفاع هذا العمل هو في حدود 6.5 هكاك 7 سنتيم يعني تقدري تخدمي طريق الخزانه وكذلك تشبهي به الطرفين.